بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ثواني بس، اول حاجه في راندوم فاريبلز المفروض تبقى عارفينها يعني ايه راندوم فاريبل اصلا. راندوم فاريبل ده يعني بيعمل بيه مابنج للسامبل سبيس، من ان هو عباره عن رموز وكده لارقام ريل نمبرز. يعني هتشوفوها دلوقتي في الامثله هتفهموا اكتر. طب ليه انواع؟ ليه انواع ديسكريت وكونتينوس. امتى بيكون ديسكريت؟ لو هو الرينج بتاعه كله عباره عن ارقام محدده، زي مثلا اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس ان، ايه دول يعني 1 2 3 4 وهكذا. انما الكونتينوس ده معناه ايه؟ ان هو يكون عباره عن ارقام مش محدده، يعني زي انترفال كده، من مثلا من 1 ل 4. دي هتبقى بتحتوي على كل الاعداد اللي من 1 ل 4 بما فيهم الاعداد الحقيقيه والاعداد المركبه وهكذا، فيبقى ايه؟ كونتينوس، يعني اعداد كتير لا نهائيه. طيب طبعا هنا بقول ان الرينج ده بيبقى ريل نمبرز موجب او سالب او زيرو. هو طبعا مش بروبابيلتي، هو بيعمل مابنج للسامبل سبيس نفسه، بس هو مش ايه، بيعبر يعني عن السامبل سبيس لكنه مش بروبابيلتي. طب اول حاجه مهمه لازم نعملها نعرفها جدا، البي دي اف او البروبابيلتي دينستي فانكشن هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن داله بتعبر عن البروبابيلتي بتاعت الراندوم فاريبل. ازاي؟ مثلا عندي راندوم فاريبل اسمه اكس، اكس ده مكون من اكس 1 واكس 2 لحد اكس ان. انا اكيد عارف ان مجموع البروبابيلتيز بتاعه من اكس 1 لاكس ان ده اكيد بيساوي 1، لان دول الاوت كومز بتوع تجربه انا عملتها. فاكيد سميشن البروبابيلتيز كلها بتوعته بتوع الراندوم فاريبل ده لازم تطلع ايه؟ بواحد. طيب البي دي اف بتساوي ايه؟ بتساوي البروبابيلتي ان الراندوم فاريبل بيساوي قيمه محدده. خلي بالك الاكس كابيتال دي معناها الراندوم فاريبل نفسه. حتى لاحظ هنا برضو فوق انا كتبت اكس كابيتال، انما جوه هنا اكس سمول، لان اكس كابيتال ده الراندوم فاريبل اللي هو المجموعه كلها، انما الاكس اي ده اللي هو اكس واحد او اتنين او كذا، اللي هو قيمه محدده جوه الراندوم فاريبل. عندي طبعا اكيد ان السمشن بتاع البي دي اف بيساوي واحد، يعني ايه؟ لان البي دي اف بتعبر عن بروبابيلتي اهو من خلال تعريفها، ان هي بتساوي البروبابيلتي ان الاكس بتساوي اكس اي. يبقى سمشن الاف بتاعت الاكس واي دي بكام؟ بواحد. طب مين بقى الاف كابيتال دي؟ خلي بالك ان البي دي اف سمول، بنكتب الاف سمول، انما الاف كابيتال دي هي اسمها السي دي اف. السي دي اف دي تعرفها ان هي البروبابيلتي ان الراندوم فاريبل اقل من الاكس. راندوم فاريبل ماله؟ اقل من الاكس. طيب هي السي دي اف دي اختصار لايه؟ اختصار لكوميوليتيف ديستريبيوشن فانكشن. كوميوليتيف ده يعني كل مره بنزود على القيمه اللي قبلها، عشان كده احنا بنجمع على الفانكشن اوف يو دي من اول اليو اقل من الاكس، يعني كل القيم اللي اقل من الراندوم فاريبل اللي انا واقف عنده بجمعها على بعضها. هنشوف برضو في الامثله، ملاش نتكلم كلام نظري خالص. والاي والبي دول هم جزء من السامبل سبيس او بينتموا منه يعني. فايند ذا رينج اوف اكس اند ذا كورسبوندنج بي دي اف، والسي دي اف برضو عاوزها. طيب اول حاجه لازم اكتب السامبل سبيس بتاعي، اللي هو طبعا ايه، انا برمي 2 دايس يبقى عندي 1 1 وهكذا لحد 6 و6 اللي انتوا عارفينه، ده اللي خدناه في السكشن. طيب هو قال لي ان في التعريف ان الراندوم فاريبل عباره عن الجمع بين الاي والبي، يبقى اجمع كل واحده من دول واكتب كل النواتج، بس الناتج اللي اتكرر ما اكتبوش. يعني مثلا 2 و3 ده هو نفسه 3 و2، ما اكتبهاش بقى الخمسه مرتين. انا بكتب السمشن، خلي بالك الراندوم فاريبل اهو من فوق بيدل على السمشن، يبقى انا بكتب ناتج الجمع نفسه. طبعا الخمسه كده متكرره عندي، اللي هي 4 و1 و1 و4 و2 و3 و3 و2، ما بختارش غير مين؟ غير الخمسه مره واحده بس. معنى كده ان الاثنين دي مين اللي بيدل عليها؟ الواحد والواحد بس. يبقى الاثنين دي كثافتها زي كثافه الخمسه؟ لا طبعا، الخمسه ليها اربع اليمنت انما الاثنين ليها اليمنت واحد. عشان كده البي دي اف بتعبر عن كثافه الراندوم فاريبل، لما تكون كثافه البروبابيلتي بتاعته. هنشوف برضو دلوقتي عندي عايز اجيب البي دي اف، فاقول الاف اوف 2 اف سمول دي معناها البي دي اف بتاعت ايه؟ راندوم فاريبل لما يكون قيمته ب2. هي نفسها مين؟ البروبابيلتي بتاعت الاكس بتساوي 2، يعني البروبابيلتي من الاكس بتساوي 2 امتى؟ لما يكون الاليمنت اللي عندي 1 و1. طب 1 و1 ده من ضمن 36 حاجه، يبقى البروبابيلتي بتاعته 1 على 36. طيب الاف اوف في 2 اوف 3 اللي هي البروبابيلتي ان الاكس بتساوي 3، بروبابيلتي اوف ايه؟ 1 و2 و2 و1 اللي هي كام؟ دول كام قيمه؟ قيمتين من 36 قيمه، يبقى 2 على 36 وهكذا، يعني كملوها هتلاقوها سهله جدا. على الاساس ده طلعنا كل القيم دي. طب بصوا انا كنت بقول لكم دلوقتي الكثافه والحوارات دي، هتلاقي مثلا البروبابيلتي اوف او البي دي اف بتاعت الخمسه هتلاقيها 4 على 36. 4 على 36 ده اكيد كثافته اكتر من الواحد على 36 اللي هي الاف اوف 2. ده دليل على ان الاف اوف 5 ليها اربع قيم جوه البروبابيلتي، اللي هم 1 و4 و4 و1 و3 و2 و2 و3 وهكذا، يعني عشان كده اسمها دينستي فانكشن.
فكتبتها هنا تاني. بصوا انا عندي اف اف 2 ب 1 على 36، اف اف 3 ب 2 على 36 وهكذا لحد اف اف 12 اللي هما الراندوم فاريبل عندي من 2 لحد ال 12. فجبت لكل قيم البي دي اف بتاعته. وبعدين هرسم طبعا الاكس اكسس من 1 لكام؟ ل 12، عشان هو قيم من او من 1 يعني عادي، بس الواحد مش معايا فعلا، انا بادئ من الاثنين بس ارسم الواحد برضو يعني ما فيهاش مشكله. وبعدين اعمل الفيرتيكال اكسس ده اللي هو العمودي ده، 1 على 36، 2 على 36، 3 على 36، لحد اكبر رقم اللي هو كام عندي؟ 6 على 36 اهو عند الاف اوف 7. يبقى اكبر حاجه عندي 6 على 36 وسكت. ابتدي بقى اشوف عند الاثنين ب 1 على 36، يبقى اعمل خط عمودي كده لحد ما اقف عندها. عند الثلاثه ب 2 على 36 اهو، لحد ما اطلع وعملت الشكل بس، يا دوب عملت الرسم الباني. في هنا كومنت مهم جدا، ان انا ما يعني الاكس اكسس ده مش احنا قلنا اللي هو بيدل على راندوم فاريبل ممكن ياخد قيم موجبه وسالبه؟ اه ممكن ياخد عادي خالص قيم موجبه وسالبه بمنتهى السهوله. امال ايه اللي مش ممكن ياخد بقى قيم موجبه وسالبه؟ ياخد قيم موجبه بس، يعني البروبابيلتي نفسها، البي دي اف نفسها، ما هي البي دي اف دي بروبابيلتي، يبقى ما ينفعش ابدا بالسالب. يبقى انت لو مسكت العمود بتاع البي دي اف ده اهو وطولته كده لتحت، يعني بدون مبالغه ده بالنسبه للدكتوره مروه انت كده يعني مش فاهم اي حاجه في الماده، يعني انت كده بتحط كمان حته سالبه للاكسس بتاع البي دي اف، وده طبعا ما ينفعش خالص يبقى بالسالب. انما الخط الافقي ده اللي ينفع نمده الناحيه الثانيه، وانا هوريكم في رسمه انا عامله كده عشان اعلمها لكم، يعني كده ينفع تمدها عادي لان الاكس ده ليه قيم موجبه وسالبه او صفر مفيش مشكله. طبعا كده رسمه البي دي اف مهمه جدا وما فيهاش حاجه. خلي بالك انا قلت ان السي دي اف دي، طب تعالى نراجع الاول النظر اللي على اليمين ده، ان انا عندي الراندوم فاريبل بتاعي مكون من ديسكريت فاليوز يعني اللي هي اكس 1 لحد اكس ان، هيبقى الاف اف كابيتال اوف اكس بتساوي صفر من السالب ما لا نهايه لحد الاكس 1. ليه؟ لان قبل الاكس 1 مفيش بروبابيلتي، انا اصلا بادئ عند الاكس 1 وانا قلت بجمع اللي قبل كده، يبقى مفيش حاجه قبلها يبقى بصفر. طب الاكس، طب السي دي اف بتساوي كام عند الاف اوف اكس؟ بتساوي كام بعد كده؟ هتديني البروبابيلتي بتاع اول اليمنت اللي هي الاف اوف اكس 1. منين بقى؟ من اول الاكس 1 لحد الفتره اللي بعده. ومن بلاش نبص هنا عشان ممكن ده ما يفهمكوش، بس الرسم هتفهمه، خلينا بس نبص في الرسم بس نكمل ده الاول. طبعا السي دي اف بما انها بروبابيلتي فانكشن فاكيد برضو من الصفر لواحد برضو الرينج بتاعها. وعايز اقول حاجه كمان، لو قال لك في المساله انا عايز البروبابيلتي ان الاكس دي موجوده بين رينجين مثلا اقل من البي واكبر من الاي، اجيبها ازاي؟ هتبقى بتساوي السي دي اف بتاعت الاولاني بتاعت ده ناقص السي دي اف بتاع ده، زي ما اف اوف بي ناقص اف اوف اي. جت منين ده؟ ادي انت عندك اهو الاي وادي البي، وعايز تجيب البروبابيلتي اللي بينهم. ما انا بقول اقل من البي واكبر من الاي، الاكس اقل من البي واكبر من الاي، اقل من البي يبقى الحته دي واكبر من اللي هي الحته اللي في النص. يعني لو انا عايز اجيب الحته اللي في النص دي، المسافه اللي في النص دي، اعمل ايه؟ مش هجيب البي دي اف السي دي اف بتاعت البي كلها اللي هي من اول هنا لحد سالب من النهايه كده ناحيه الشمال خالص، اشيل منها السي دي اف بتاعت النقطه ايه اللي هي من اول هنا لحد ورا كده لحد سالب من النهايه. هيتبقى مين؟ لما اطرح الكبير ده اشيل منه الصغير ده، هيبقى الحته اللي في النص دي. القانون ده جه من هنا، احفظوه، القانون ده مهم جدا ممكن تحل بيه مسائل كتير. طب عندي برضو الاف اوف ما لا نهايه بكام؟ وفي سالب ما لا نهايه، يعني البروبابيلتي عند السالب ما لا نهايه بصفر، بصفر مفيش حاجه اصلا عند السالب ما لا نهايه. طب البروبابيلتي بقى عند ما لا نهايه او السي دي اف عند ما لا نهايه هتبقى كام؟ عارف يعني ايه الاف السي دي اف عند ما لا نهايه؟ يعني انا جمعت كل حاجه قبل ما لا نهايه، يعني جمعت كل من وقفت كده وجمعت كل اللي قبليه، يبقى اكيد مجموع البروبابيلتيز بواحد، يبقى الاف عند ما لا نهايه بواحد. تعالوا بقى نكمل المساله، احنا كده خلاص قلنا الدايركشن بتاعتها. يبقى الاف اوف اكس مين؟ اوف اكس اللي هي اف كابيتال السي دي اف بتساوي صفر لما تكون الاكس من سالب ما لا نهايه لحد الاثنين. يعني انت عندك اهو بص هنا كده في الرسمه، في الرسمه دي عند الراندوم فاريبل اهو 1 2 3 وعامل الارقام بتاعتي. انا طبعا عندي الراندوم فاريبل في المساله بتاعتي دي كان متعرف من اول الاثنين، كان من اول الاثنين لحد 12، فمن اول الاثنين دي كل اللي قبلها ده بصفر، مفيش حاجه اجمعها قبلها اصلا، انا بادئ عند الاثنين. طيب ومن اول، عشان كده قلت لك بصفر من سالب من لحد الاثنين. وبعدين طب من الاثنين للثلاثه، يعني من اول الاثنين دي لحد الثلاثه هيبقى كام؟
هجمع هجمع هيبقى هي الاثنين البروبابيلتي عند الاثنين، مش احنا قلنا كل واحده بنجمع اللي قبلها، يبقى وانا واقف عند الاثنين دي، احنا قلنا من قبل الاثنين بصفر، طب وانا واقف عند الاثنين هتبقى بكام؟ هتبقى هي الاثنين البروبابيلتي بتاعت الاثنين اللي هي البي دي اف بتاعت الاثنين، البي دي اف بتاعت مين؟ بتاعت الاثنين. وطبعا هتفضل مكمله معايا لحد مين؟ لحد ما اوصل عند الثلاثه. طب ما اوصل عند الثلاثه، عشان كده هي بتساوي الاف اوف 2، الاف كابيتال اوف 2 اللي هي السي دي اف، بتساوي البي دي اف اللي هي اف سمول بتاعت الاثنين برضو اللي هي 1 على 36. الكلام ده من فين لفين؟ من الاثنين للثلاثه. طب وبعد كده الاف كابيتال اوف 3 اللي هي مين؟ اللي هي السي دي اف بتاعت الثلاثه، اهي الثلاثه واقفه اهي، السي دي اف بتاعتها بكام؟ تعالوا نحسبها كده، وانا واقف عند النقطه الثلاثه دي السي دي اف بتاعتها هتبقى البروبابيلتي اللي عندها والبروبابيلتي اللي كانت عند الاثنين، مش احنا بنجمع كل مره اللي قبلها، يبقى اللي انا واقف عندها اللي هي اللي بتاعت الثلاثه وبتاعت الاثنين كمان، يبقى اما اجي اقف عند اجيب السي دي اف عند الثلاثه هتبقى البي دي اف عند الاثنين والبي دي اف عند الثلاثه. طبعا انا كاتبه لكم هنا على جنب على اليمين اهو كل البي دي اف بتاعتك عشان تستخدمه على طول، وانتوا بتذاكروا كده تلاقوه قدامكم كده وتجمعوا على طول اهي. طبعا الكلام ده من اول الثلاثه لحد الفتره اللي بعدها اللي هي الاربعه. طب عايز اجيب السي دي اف عند الاربعه، هيبقى البي دي اف عند الاثنين والثلاثه والاربعه، وتعوض بس تعويض مباشر. والكلام ده ما دام هي السي دي اف عند النقطه 4، لما تيجي تكتب الانترفال قدامها بتبقى من عند الاربعه لحد النقطه اللي بعدها اللي هي الخمسه. طيب عايز اجيب السي دي اف عند الخمسه هتبقى ايه؟ لو تلاحظوا كده من اللي فوق ده، لما كنت باجي اجيب السي دي اف عند النقطه 4 كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب البي دي اف عند النقطه 4 وبجمع عليها ايه؟ البي دي اف بتاع 2 و3. طب ما البي دي اف بتاع 2 و3 دي اللي هي الاف كابيتال اوف 3، معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا كان ممكن اشيل ده واكتب الاف كابيتال اوف 3 زائد الاف ايه؟ سمول اوف 4. يبقى تعالوا بقى نطبقها هنا، الاف كابيتال اوف 5 هتبقى السي دي اف بتاعت الاربعه اللي هي قبلها والبي دي اف اللي انا واقفه عندها اللي هي الخمسه. وطبعا بنجمع تعويض مباشر كل ده قيمه موجوده. طيب السي دي اف عند السته تبقى السي دي اف عند اللي قبلها اللي هي الخمسه، والبي دي اف عند اللي واقف عندها اللي هي رقم ايه؟ 6. المفروض دي 6 يا جماعه. اصبروا كده. هي دي باينه بقى ولا انا يعني بهدلتها اكتر؟ انا بهدلتها اكتر. طيب اعتبروها ست. طيب وبعدين السي دي اف عند السبعه هتبقى السي دي اف عند السته والبي دي اف عند مين؟ عند السبعه، وهكذا تعويض مباشر. وكل مره تخلي بالك، انا دلوقتي عايز اجيب السي دي اف عند السبعه، يبقى الفتره عندي من السبعه للي بعدها اللي هو 8. الموضوع سهل خالص خالص خالص. وكل مره بتشد كده، يعني انت جبت السي دي اف عند الاثنين طلعت بواحد على 36، تروح واقف عند الواحد و36 ده وتروح شادد خط لحد اللي بعدها، وبعدين جيت عند الثلاثة السي دي اف بتاعت الثلاثة طلعت بكام؟ ب3 على 36، تروح واقف عند الثلاثة عند 36 وشادد خط افقي اللي بعدها، عشان كده هي ستيب فانكشن عاملة زي الستيب كده. وبعدين عايز السي دي اف عند الأربعة، يبقى أقف عند الأربعة دي وأعمل إيه؟ عند الأربعة أشوف قيمتها بكام؟ ب6 على 36، أقف عند ال 36 وأعمل خط افقي اللي بعدها وهكذا. هاجي عند آخر واحدة بقى وأعمل خط افقي لحد مين؟ لحد ما لا نهاية. على فكره اخر واحده لازم تبقى بواحد، لو عايز تعرف انت شغال ولا صح ولا غلط لازم لما اجمع، مش احنا قلنا السي دي اف بنجمع؟ طب احنا قلنا مجموع البروبابيلتيز بكام؟ بواحد. يبقى عند الملا نهايه بكام؟ بواحد اهو. مين الملا نهايه ده؟ هو الملا نهايه ده بالنسبه لي ملا نهايه فعلا؟ لا، اكبر عدد في الراندوم فاريبل اللي هو ال 12، هتلاقي عنده السي دي اف بكام؟ بواحد. طيب تعالوا بقى نكمل. ان السي دي اف دي انكريزنج يعني بتفضل زايده كده على طول، عشان بنجمع، ما هو طول ما انا بجمع بزود ارقام وانا بطرح انا بجمع، يبقى دايما هتبقى انكريزنج كده، واللي هي ستيب فانكشن برضو. تعالوا بقى نشوف الحته اللي في المربع الصغنن ده عشان مهم جدا، مهمه جدا. فايند بروبابيلتي ان الاكس اقل من 5 واكبر من الاثنين، هتبقى ايه دي؟ هتبقى السي دي اف عند الخمسه، نشيل منها السي دي اف عند كام؟ عند الاثنين، ده اللي انا متفق عليه هنا اهو، السي دي اف عند الخمسه اللي الناحيه على اليمين ناقص الايه اللي على الشمال. طبعا الاف اوف 5 دي انا عارف قيمتها من هنا اهو ب10 على 36، اشيل منها كام؟ اللي عند الاثنين اللي هي بكام؟ 1 على 36، بس كده. طب لو قال لي هات لي البروبابيلتي ان الاكس اقل من الخمسه، يا جماعه عايزين تركيز، الحاجات دي مهمه جدا بتيجي في الامتحان، يعني من اول هنا فعلا شغل الامتحانات من اول الراندوم فاريبل والبي دي اف والسي دي اف. طيب دلوقتي
انا عايزه اجيب البرودكت ان الاكس اقل من 5. طب ما انا اصلا تعريف السي دي اف عندي مش عايزه برضو اقلب الصفحه، بس انا كنت معرف السي دي اف على انها ايه، بروبابيلتي ان الاكس اقل من قيمه محدده، فالبروبابيلتي ان الاكس اقل من 5 يبقى دي السي دي اف بتاعت ال5 بس كده. قول لي مثلا البروبابيلتي ان الاكس اقل من 10 تبقى دي السي دي اف بتاعت ال10 وهكذا. واروح طبعا اشوف السي دي اف بتاع ال10 بكام او بتاع ال5 اهي، الاقيها ب 10 على 36 بس حطيتها بس كده. ما فيش حق. في تاني معلومه هنا اقولها، الرسم البياني ده لو تلاحظوا ان انا هنا عشان بس الدنيا مزنقه والاكسس ده المفروض عليه لحد رقم 36 على 36، يعني انا عايز اعمل 36 بوينت هنا امثلها. فطبعا لما اكتب 36 على 36 القسمه دي هتخلي فيه كلام كتير بيتكتب وشكلها هيبقى رهيب يعني، ومش هعرف اركز فيها. فخليت الاف خليتها عن مقسومه بس عن على السي دي اف كلها في الاكسس كلها، فاهمين؟ يعني بدل ما يبقى كل واحده مقسومه على الرقم على 36 قسمت السي دي اف نفسها فوق على 36. ودي صح بالنسبه للدكتوره مولاي، هي اصلا بتعمل كده يعني ما فيهاش مشكله خالص. الفرق بين الاي والبي، طب الاي والبي بينتمي لاس، فايند ذا رينج اوف اكس اند كورسبوندنج بي دي اف اند سي دي اف. نفس السؤال اللي فات بالظبط، ايه الفرق؟ الفرق حاجه واحده بس، وانا عامله المساله دي خالص مخصوص عشانها، ان انت هنا ما كنت بتجمع المره اللي فاتت، المره دي عايز الديفرنس، عايز تطرح. فهروح جايب، مش هقلب طبعا الصفحه ابدا عشان لو قلبتها انت خلاص فهمتوني. فهعمل ايه؟ انا عندي هطرح كل اليمنت من اتنين من بعض، يعني واحد واحد هطرح واحد ناقص واحد يطلع بكام؟ بصفر. واحد واثنين هطرح واحد ناقص اتنين بكام؟ بسالب واحد. واحد وثلاثه هطرح واحد ناقص ثلاثه بكام؟ بسالب اتنين. كل الارقام هكتبها هنا الا لو رقم متغير اتكرر ما اكتبوش. بدليل ايه؟ بدليل ان الصفر ده بيجي من كام؟ من واحد وواحد واثنين واثنين وثلاثة وثلاثة واربعة واربعة وخمسة وخمسة وستة وستة، بيجي من كل دول، يعني بيجي 6 مرات صفر حطيته مرة واحدة اهو. طيب تعالوا بقى نشتغل، انا كمان ما كتبتش السامبل سبيس عشان هو موجود ورا، يعني انت ممكن ترجع الفيديو شوية وتشوفه عادي. طب انا عايز دلوقتي بقى اجيب مين؟ اجيب قيمة البي دي اف. اعمل ايه؟ اول حاجه زي ما انتم شايفين كده لازم اعمل ايه؟ لازم اقول الاف اوف 0 والاف اوف سالب 1 وسالب 2 لحد ال5. الاف اوف 0 بكام؟ هي البروبابيلتي ان الاكس بصفر. طب الاكس بتساوي صفر في امتى؟ في 1 و1 و2 و2 لحد 6 و6، يبقى دول 6 اليمنت، يبقى 6 على 36، يبقى اف اوف 0 ب 6 على 6، كثافتها عاليه شويه عشان في كذا اليمنت بيحقق لي الحاجه دي ان الديفرنس بصفر. وبعدين الاف اوف 1، ايه الفرق اللي بيديني واحد؟ اللي هو 2 و1 و3 و2 و4 و3 و5 و4 و6 و5، اربع كام واحده دول؟ ما علينا يعني، المهم ان انت بتطرح ده من ده، تطرح الاولاني من الثاني، يعني 2 و3 هتدينا كام؟ هتدينا سالب 1. طب 3 و2 هتدينا 1، لانك بتطرح اللي ايه، اللي على الشمال ناقص اللي على اليمين، من الشمال كده. 3 و2 هتطرح ال 3 ناقص ال 2 يدينا ايه؟ 1. وبعدين طبعا جبنا البي دي اف زي ما انتم شايفين اهو، حطيناها عادي خالص. وبعد ما جبنا البي دي اف عملنا ايه؟ عملنا الرسمه بتاعتنا، حطينا، ناخد في اعتبارنا ان الريال الراندوم فاريبل بتاعي في قيم بالصفر وبالسالب وبالموجب، يبقى صفر اهو وادي سالب اهو لحد سالب 5 والموجب لحد ال5، وامثل اقف عند ال5 واحط 1 على 36، عند ال4 واحط 2 على 36، اللي احنا بنمثل ده بس الرسم ده، مش شايفه فيها اي مشكله. وانتوا ان شاء الله اي مشكله عندكم تكتبوا لي في الكومنتس وانا هرد عليكم طبعا، يعني الشغل هنا مهم اهم كمان من اللي احنا خدناه قبل كده، ده اللي بيجي في الفاينل. طيب كده خلصنا دي. طب عايز تتاكد ان انت ماشي صح، تعد البروبابيلتيز كلها وتساوي وتشوفها بتساوي واحد ولا لا، يعني تعد ده 5 على 36 زائد 4 على 36 زائد 3 على 6 كلها لحد ما توصل لاخر واحده دي، 1 على 36، اجمعهم كلهم هتلاقيهم بواحد، يبقى انت كده شغال صح. الاف اوف اكس بتساوي صفر عند مين؟ خلي بالك احنا في الرسمه اللي فاتت كنا بادئين من سالب 5 من هنا، لان كان عندي سالب 5 سالب 1 لحد ما مشيت الناحيه دي بكام؟ ب5، لحد ما وصلت لل5 صح كده؟ يبقى المفروض قبل السالب 5 اللي هو من السالب ما لا نهايه لحد اول واحده تقابلني، اول واحده قابلتني كام؟ اللي هي السالب 5 دي، يبقى من السالب ما لا نهايه لحد سالب 5
البروبابيليتي بصفر، اجمع ايه اصلا؟ هو في حاجه اجمعها؟ السي دي اف بصفر. طب من اول الخمسه سالب خمسه هتبتدي تديني مين؟ قيمه البي دي اف عند الخمسه اللي هي 1 على 36 وامشي بيها لحد اللي بعدها. طب قيمه عند السالب اربعه هتديني كام؟ المفروض تديني اللي قبلها وهي، يبقى 1 على 36 زائد 2 على 36 يبقى 3 على 36 هنا، وامشي بقى لحد اللي بعدها وهكذا، ما فيهاش اي صعوبه. وبرده هنا الاكسس بتاعي قسمته كله على 36 عشان ما اقعدش اكتب في كل واحده حاجه على 36 بس كده. والفترات دي انتوا خلاص عرفتوها، اول واحده صفر من سالب ما لا نهايه لحد اول واحده تقابلني ان هي سالب 5. عند السالب 5 يبقى من سالب 5 للي قبلها اللي بعدها اللي هي سالب 4، عند السالب 4 يبقى من سالب 4 للي بعدها اللي هي سالب 3، وانت رايح ناحيه اليمين كده. ستاندرد ديفيشن. المين بيساوي ايه؟ اللي هو الميو، رمز ميو طبعا لازم نحفظ الرموز دي، بيساوي سمشن اضرب الاكس في الاف اوف اكس. يعني عندي الاكس واحد بخمسه مثلا والاف اوف خمسه باتنين، يبقى اضرب الاتنين الخمسه في اتنين. فاهميني؟ هنشوفها دلوقتي. القانون ده يتحفظ صم سمشن. طب ليه بنعمل سمشن؟ عشان ده ديسكريت ارقام، لو كونتينوس هنعمل انتجريشن، انما هو ديسكريت فبنعمل ايه؟ بنعمل سمشن. قانون دي تتحفظ الصم زي ما انتم شايفين كده. الفارينس بيساوي ايه؟ الاكس سكوير مضروبه في الاف اوف اكس ناقص الميو سكوير، هو ده الفارينس اوف اكس. طب الستاندرد ديفيجن اللي هو سيجما، اللي هو الموجب الجذر بتاع السيجما سكوير، موجب جذر سيجما سكوير. طب بصوا هنا بقى، if the PDF of the discrete random variable is given by، دي البي دي اف بتاعت random variable، ادي random variable القيم بتاعته سالب 4 سالب 2 1 2 3، وادي البي دي اف بتاعته اللي هي الاف اوف اكس دي. عايزين احنا ايه بقى؟ عايزين الفاليو بتاعت الايه، الرمز ايه ده؟ ما هو خلي بالك ايه 2 ايه 4 ايه، مين الايه ده؟ انا مش عارف مين الايه. وعايز كمان اكالكوليت المين والفاريانس والستاندرد ديفيجن. اعملها ازاي؟ اول حاجه هقول ايه السوليوشن بتاعي، ايه الحاجه اللي ممكن استغلها اقدر اجيب منها قيمه الايه. ان انا عارف ان مجموع البروبابيلتيز دي، ما هو خلي بالك الاف اوف اكس هي نفسها البي اوف اكس، يعني بروبابيلتي، ما هي البي دي اف بروبابيلتي، مش عايزين ننسى كده. اجمع كل الاف اوف اكس دي يديني مين؟ المفروض يديني واحد، ده اللي انا متاكد منه، فاستغل المعلومه دي واجيب ده كله اهو. كتبتها لك حتى البي دي اف بتاعت السالب 4 والبي دي اف بتاعت السالب 2 اللي هي قيمها كام بقى؟ بتاعت السالب 4 اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ بتاعت السالب 2 اللي هي 2 ايه؟ بتاعت الواحد اللي هي 4 ايه؟ بتاعت الاثنين اللي هي 5 ايه؟ بتاعت الثلاثة اللي هي 3 ايه؟ عوضت بيهم وساويتهم بالواحد. جمعت كل ده بقت 15 ايه بتساوي 1، يبقى الايه بكام؟ بواحد على 15. المفروض بقى ان انا ارجع تاني احط بدل كل ايه هنا 1 على 15، يعني دي تبقى 1 على 15 ودي 2 على 15 ودي 4 على 15 ودي 5 على 15 ودي 3 على 15. ما انا بضربها في 1 على 15. في بقى جدول مهم جدا تعمله، وتعمل الجدول ده ما تحلش بطريقه ثانيه. الجدول ده هعمله عشان ايه؟ علشان اطلع منه المين والستاندرد ديفيجن وايه؟ والفارينس. اعمل الاكس وقدامها الاف اوف اكس، ودول طبعا معطى في المساله اهم، بدل ما هو افق خليته راسي بس. وبعدين اضرب الاكس في الاف اوف اكس، ضربتها عادي، وبعدين اضرب الاكس سكوير في الاف اوف اكس واعمل برده. طيب انا عارف ان سمشن الاكس في الاف اوف اكس، اجمع دول كل العمود ده يديني مين؟ المين. فجمعته كله اداني المين، اهو مسكت المين جمعت ده كله، 4 سالب 4 على 15 ناقص 4 على 15 زائد 4 على 15 ناقص 10 على 15 وهكذا. وبعدين انا عارف برضو ان الفارينس من فوق كده، بصوا فوق بيساوي ايه؟ سمشن الاكس سكوير في الاف اوف اكس ناقص الميو سكوير. فانا ضربت الاكس سكوير في الاف اوف اكس في كل واحده بالنسبه لكل اكس، اجمعهم عشان السمشن ده، وبعدين اطرح منهم الميو سكوير هيديني مين؟ الفارينس. ادي الاكس سكوير في الاف اوف اكس، جمعت العمود كله، العمود ده كله جمعه اهو، وطرحت منه ايه بقى؟ الميو سكوير. الميو كانت طلعت عندي بكام؟ ب الميو دي كانت المفروض تطلع ب 15 على 15 اهو، فروحت ناقص الميو سكوير بس، ده اللي انا عملته تعويض مباشر. طب الستاندرد ديفيجن هجيب الجذر الموجب لده بس، الجذر الموجب لمين؟ للفارينس. الستاندرد ديفيجن بيساوي
الجذر الموجب للفارينس بس كده. رقم ثابت مضروب في اكس في الراندوم فاريبل، الثابت يطلع بره هيتبقى ايه في الاي اوف اكس. طب الاكسبكتيشن بتاع الاي اكس زائد بي هيدينا ايه؟ الاكسبكتيشن بتاع الاي اكس زائد الاكسبكتيشن بتاع بي. الاكسبكتيشن بتاع اي اكس اللي هو الاي في الاي اكس من السطر اللي فوق ده، طيب الاكسبكتيشن بتاع البي اللي هي ثابت برضو يبقى البي بس. طيب ننزل هنا، عايز اجيب الاكسبكتيشن بتاعت اكس ناقص 2 سكوير. الاكسبكتيشن زي ما هو اهو، هبتدي افك السكوير ده، اكس تربيع الاول في الثاني في 2 يبقى سالب 4 اكس، والثاني تربيع يبقى 4. وبعدين هتبقى اوزع بقى الاكسبكتيشن جوه، الاكسبكتيشن بتاع الاكس سكوير ناقص الاكسبكتيشن بتاع سالب 4 اكس اللي هو كام؟ اللي هو سالب 4 تطلع بره، يبقى الاكسبكتيشن بتاع الاكس زائد الاكسبكتيشن بتاع الاربعه اللي هو كام؟ رقم ثابت الاربعه ده يبقى 4 بس اهو. طب الفاريانس، انا عندي الفاريانس تعريفه ان هو بيساوي الاكسبكتيشن بتاعه الاكس ناقص الميو سكوير. ابتدي افك ده، هتبقى افك الاول التربيع ده، شايفين التربيع ده اظبطه الاول، يبقى الاكسبكتيشن بره هفتح القوس، اكس تربيع ناقص 2 ميو في اكس زائد ميو سكوير. طيب وبعدين هحط الاكسبكتيشن اوزعه، يبقى الاكسبكتيشن بتاع الاكس تربيع ناقص 2 ميو، خلي بالك بقى على طول بقى بقينا سريعين، نعمل ايه؟ الرقم الثابت ده نطلعه بره الاكسبكتيشن على طول، يبقى ما هي الميو ثابت، نخلي بالنا ده رقم، يبقى سالب 2 في الميو في الاكسبكتيشن بتاع الاكس اهو، والاكسبكتيشن بتاع الميو سكوير بكام؟ عشان هي ثابت يبقى بالميو سكوير زي ما هو. تعالوا نظبط ده، الاي الاي اوف اكس سكوير نزل زي ما هي. طب خلي بالك بقى ان الاكسبكتيشن بتاع الاكس هو نفسه المين فاليو، ودي بقى حفظ صم. ثواني، الاكسبكتيشن انا كاتباها بس عايزاكم تاخدوا بالكم منها، الاكسبكتيشن بتاع الاكس بيساوي ايه؟ المين فاليو الاي اوف اكس دي، واحط الميو بدلها، يبقى 2 ميو مضروبه في ميو يبقى 2 ميو سكوير، وبعدين انزل الميو سكوير ده. طب ده انا زي ما هو نزل ماينس 2 ميو سكوير زائد ميو سكوير، يعني سالب 2 زائد 1 يبقى سالب 1، يبقى سالب ميو سكوير، يبقى دي هتبقى بكام؟ الاي اوف اكس سكوير زي ما هي. طب احنا قلنا الميو هي الاي اوف اكس اهو، ولسه قايلينها اهو، يبقى الميو سكوير باي اوف اكس كل سكوير. دي بقى اهم خطوه هوصل ان الفاريشن او الفاريانس يعني بيساوي ايه؟ بيساوي الاكسبكتيشن بتاع الاكس بس، الاكسبكتيشن بتاع الاكس سكوير ناقص الاكسبكتيشن بتاع الاكس الكل سكوير. هو ايه الفرق بين الاثنين دول؟ هنا انا بجيب الاكسبكتيشن الاكس تربيع، انما هنا انا بجيب الاكسبكتيشن للاكس وبربعها. الفرق واضح طبعا وفرق شاسع. طيب وبعدين نشوف بقى خصائص الفاريانس ايه. خلي بالك من الحته دي عشان دي هنحتاجها بعد كده، اللي هي ايه؟ اللي هي الفاريانس بيساوي الفاريانس بتاع الاكس اكسبكتيشن بتاع الاكس تربيع ناقص الاكسبكتيشن بتاع الاكس كل تربيع. يعني لو قلت لك الفاريانس بتاع الاتش تقول لي الاكسبكتيشن بتاع الاتش تربيع ناقص الاكسبكتيشن بتاع الاتش كل تربيع. حفظ دي عشان بس بتسهل علينا حاجات بعد كده. طب انا دلوقتي عايز اجيب الفاريانس بتاع اي رقم ثابت، ونبي بالعقل كده رقم ثابت ليه فاريشن؟ انا اصلا بقول ان هو مش فاريبل، انا بقول ان هو رقم ثابت كونستنت، يبقى اكيد الفاريشن بتاعه بصفر يعني. طب تعالى نثبتها عشان ممكن تيجي في الفاينل. الفاريشن بتاع الاي هيبقى بيساوي ايه من القانون اللي انا عاملاه هايلايت ده؟ انا قلت لكم اهو الاكسبكتيشن بتاع الاي سكوير ناقص الاكسبكتيشن بتاع ايه الكل سكوير. طيب الاكسبكتيشن بتاع اي سكوير بكام؟ والله ده رقم ثابت يبقى هو زي ما هو الاي سكوير ناقص الاكسبكتيشن بتاع ايه لكل تربيع. طب الاكسبكتيشن بتاع ايه بيساوي ايه؟ بيساوي ايه؟ اكسبكتيشن الايه هو نفسه ايه زي ما هي عشان هي ثابت، وبعدين ربعها تبقى ايه سكوير، يبقى ايه سكوير ناقص ايه سكوير بزيرو بس. ده الاثبات. طب خاصيه تانية، ان انا لو عايز اجيب الفاريانس بتاع الاي اكس هيبقى الثابت ده اقدر اربعه هيبقى ايه سكوير واضربه في الفاريانس بتاع الاكس، يبقى بطلع الثابت بره بايه؟ متربع عكس الاكسبكتيشن،
كنت بطلع الثابت بره وخلاص، هنا بطلع الثابت متربع واضربه ايه في الفاريانس بتاع الاكس. الفاريشن او الفاريانس بتاع الاكس زائد بي، يبقى الاكسبكتيشن بتاع الحاجه تربيع ناقص الاكسبكتيشن بتاع الحاجه الكل تربيع. انا حافظها اهو الاكسبكتيشن واحط جواه الحاجه متربعه ناقص الاكسبكتيشن بتاع الحاجه وبعدين اربع كله. تعالوا بقى نفك ده، ركزوا معايا بقى في الحته دي عشان محتاجين تركيز. همسك اللي جوه الاكسبكتيشن ده كله وربعه الاول. الاكسبكتيشن اهو ربعت، دي بقت ايه تربيع اكس تربيع، ودي بقت بي تربيع، وبقى الاول في الثاني في 2 بقى 2 اي بي اكس اهو، ما فيهاش حاجه دي. وبعدين هنا بقى العكس، انا هجيب الاكسبكتيشن الاول وبعدين اربعه. الاكسبكتيشن بتاع اي اكس زائد بي اللي هو اسمه ايه، الاكسبكتيشن بتاع الاي اكس اللي هو اطلع الثابت يبقى الاي، او خلينا في المرحله دي، لا خلينا دلوقتي مش لازم نعملها دلوقتي، خلينا بس ما نبسطهاش ونمشيها زي ما هي، اللي هو الاكسبكتيشن بتاع الاي اكس زائد الاكسبكتيشن بتاع البي وربع الكل تربيع. وبعدين هوزع الاكسبكتيشن ده، يبقى الاكسبكتيشن بتاع اي سكوير اكس سكوير زائد الاكسبكتيشن بتاع بي سكوير زائد الاكسبكتيشن بتاع 2 اي بي اكس. نكمل ناقص احنا كده خلصنا الجزء ده، ناقص ايه بقى؟ هفضل اربع ده، يبقى الاكسبكتيشن بتاع الاي اكس كل سكوير، واربع الاخراني يبقى الاكسبكتيشن بتاع البي كل سكوير، واضرب الاول في الثاني في 2 يبقى 2 في الاكسبكتيشن بتاع البي في الاكسبكتيشن بتاع الاي اكس. وطبعا ضربت الماينس فيه كله، بقت هنا ماينس وهنا ماينس وهنا ماينس. تعالوا بقى نظبط شويه عن كده، دي الاي سكوير هتطلع بره يفضل اي اوف اكس سكوير، ودي الاكسبكتيشن بتاع بي تربيع هيبقى بي تربيع، ودي هتبقى 2 اي بي في الاكسبكتيشن بتاع الاكس، ودي هتبقى ايه، هتبقى الاكسبكتيشن بتاع الاي اكس سوري يا جماعه شو سوري، الاكسبكتيشن بتاع الاي اكس هيبقى ايه، هيبقى الايه في الاكسبكتيشن بتاع الاكس. طيب انا عملتها والايه في الاكسبكتيشن بتاع الاكس وبعدين ربعتها كلها، يعني طلعت بس الايه بره، وهنا الاكسبكتيشن بتاع البي تربيع، الاكسبكتيشن بتاع البي اللي هو بي تربيع فربعتها، الاكسبكتيشن بتاع بي اللي هو البي ورب تربيع فربعتها. طيب وهنا هتبقى ماينس 2 الاكسبكتيشن بتاع بي اللي هو البي، يبقى دي ماينس 2 بي. طب والاي دي جت منين عشان طلعت الاي دي بره، يبقى الاكسبكتيشن بتاع الاكس. المساله دي سهله على فكره جدا بس عايزه تركيز، ومش عارفه هي مظبوطه في المحاضره ولا لا، بس هي مهمه. طيب وبعدين هنبتدي بقى نطلع الايه تربيع بره، وبفضل ده، واحنا ظبطنا السطر ده احنا قلناه خلاص. تعالوا بقى السطر اللي بعده، هنمشي البي تربيع دي مع البي تربيع دي، والسالب 2 اي بي في الاي اوف اكس دي مع سالب 2 في البي في الاي في البي في الاي اوف اكس دي، هيتبقى بس اي سكوير في الاي اوف اكس سكوير ناقص الاي سكوير، الاي دي بقت ايه تربيع وده بقى تربيع برده اهو. بس خلي بالك الاي اوف اكس بكل تربيع، ايه تربيع في الاي اوف اكس كل تربيع، تفرق قوي عن الاي اوف اكس تربيع، مش معقول يعني تكون ايه ما خدتش بالك لسه لحد دلوقتي، دي مهمه جدا. ربنا معاكم ان شاء الله. طيب الاي تربيع اهي، وبعدين الاي اوف اكس تربيع هاخدها عامل، هاخد الاي تربيع عامل مشترك، هيتبقى هنا اي اوف اكس تربيع ناقص الاي اوف اكس كل تربيع. حلو قوي الكلام ده. مين ده بقى اللي في النص ده؟ الاكسبكتيشن بتاع الاكس سكوير ناقص الاكسبكتيشن بتاع الاكس كل سكوير، هو نفسه الفاريانس بتاع الاكس بس، وهو المطلوب اثباته. استنى ما اعمل، يعني مهم جدا تبقى حافظه اصلا اهو. انا عارفه ان الجزء ده كبير قوي يعني، بس ربنا معاكم ان شاء الله، بس هو بسيط والله اسهل وبيحلوا فيها. تعالوا بقى نشوف كده، والكوزات بتاعتها بيجيبوا فيها درجات عاليه يعني ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف المسألة دي، المسألة دي مديني راندوم فاريبل الاكس ب 0 و 2 و 1 و 4، ومديني البي اوف اكس بكام؟ ب 8 وربع و 8 ونص، عادي على حسب اللي هو مديهولي القيم يعني. المفروض لو انت ملاحظ يعني المجموع دول بواحد، خلي بالك مجموع البروبابيلتيز يبقى مجموع دول بواحد. عايز الاكسبكتيشن بتاع الاكس والفاريانس، وعايز كل المطالب دي. أول حاجة عايز أجيب الاكسبكتيشن بتاعة الاكس اللي هي إيه؟
سمشن اضرب الاكس في الاف اوف اكس اهو، اضرب الاكس في الاف اوف اكس، ادي الاكس بصفر في الاف اوف اكس يبقى صفر في تمن، زائد بعمل سمشن زائد 2 في ربع زائد 1 في تمن زائد 4 في نص. بس هو ده، هو ده الاكسبكتيشن. طب الاكسبكتيشن ده هو نفسه المين فاليو، خلي بالك الاكسبكتيشن ده هو نفس الميو. طيب وبعدين هبتدي بعد كده اشوف الفاريانس بتاع الاكس المطلوب التاني. الفاريانس بتاع الاكس بيساوي ايه؟ بيساوي الاكسبكتيشن بتاع الاكس سكوير ناقص الاكسبكتيشن بتاع الاكس كل سكوير. بس الاكسبكتيشن بتاع الاكس كل سكوير ده معايا، ما فاضليش غير ان انا اجيب مين؟ الاكسبكتيشن بتاع اكس سكوير. الاكسبكتيشن بتاع اكس سكوير بيساوي سميشن الاكس سكوير في الاف اوف اكس، يبقى صفر تربيع في التمن زائد 2 تربيع في الربع زائد 1 تربيع في التمن زائد 4 تربيع في النص، هيديني رقم. الرقم ده المفروض اعوض بيه فين؟ اعوض بيه فوق هنا. الرقم اللي طلع عوضت بيه وطرحت منه ايه؟ الاي اوف اكس كلها تربيع، اللي هي الميو تربيع يعني. وبعدين عايز الاكسبكتيشن بتاعت الاتنين اكس ناقص واحد، اللي هي هتبقى بتساوي ايه؟ طيب الاكسبكتيشن بتاعت الاتنين اكس ناقص واحد هي نفسها، الاكسبكتيشن بتاعت اتنين اكس ناقص واحد هنفكها، يبقى الاكسبكتيشن بتاع الاتنين اكس، الاكسبكتيشن بتاع 2 اكس ناقص 1 يبقى الاكسبكتيشن بتاع 2 اكس ناقص الاكسبكتيشن بتاع 1، يبقى ال 2 في الاكسبكتيشن في الاكسبكتيشن بتاع الاكس اهو ناقص ال 1، يبقى 2 الاي اوف اكس ده اللي هي الميو اهي، عوضت عنها انا جايبها فوق اصلا اهي، وناقص ال 1 بس كده. طب عايز الفارينس بتاع، يعني ده تطبيق مباشر بس انت تبقى فاهم الكونستنت بيعمل ايه والكلام ده، بنطلعه بره ولا الكلام ده، بس اللي احنا قلناه المره اللي فاتت تطبيق يعني على القاعده. طب الفارينس بتاع 3 اكس، وده بيجي على فكره في الامتحان شور يعني، الفارينس بتاع 3 اكس زائد 1 اللي هو ايه؟ اللي هو الفارينس بتاع 3 اكس زائد الفارينس بتاع الواحد. طب الفارينس بتاع 3 اكس اللي هو ايه؟ بنقول ان بنطلع الثابت بره بالتربيع، يبقى 3 تربيع بكام؟ ب 9 في الفارينس بتاع الاكس زائد فارينس الواحد اللي هو ايه؟ صفر، هيبقى 9 في فارينس الاكس، يبقى 9 في مين؟ ايه هي فارينس الاكس دي؟ جايبينها اصلا فوق اهي، عوض بيها وخلاص، بس انا مش عاملاها بالكالكوليتر فكتبتها زي ما هي من غير طرح، من غير ما اعمل العمليه يعني الحسابيه يعني، وطبعا ايه ربعتها عشان هي اصلا هنا متربعه اهي، او تقريبا انا عاملاها غلط، هي المفروض دي التربيع على التاني ده، بس مش مشكله. بصوا بصوا كده، المفروض التربيع هنا، والمفروض هنا في قوس، وبره هنا خالص في قوس، يعني التربيع على الصغنون ده بس، وبعدين الكل ده مضروب في التسعة. تعالوا نشوف اللي بعد. واحد لعشرة وهكذا. طبعا انت عندك بدل ما كنت بتقول سميشن الاف اوف اكس بواحد، هتقول المرة دي تكامل على الرينج كله بيساوي واحد، تكامل على الرينج، يعني عندك الرينج بتاع راندوم فاريبل من ال بي، يبقى تكامل من على ال بي ده كله بيساوي واحد، اهو الرينج اوف راندوم فاريبل بتاع الاكس، الرينج من ال لبي التكامل عليه كله بواحد. وكذلك لو عايز البروبابيلتي اوف الاكس من سيل دي، وطبعا انت واخد بالك ان الاكس ده كونتينوس راندوم فاريبل، مش هتقول لي بقى السي دي اف بتاع ده مع السي دي اف بتاع ده زي ما قلنا في الديسكريت، لا هتقول لي تكامل من السيل دي للاف اوف اكس في الدي اكس. وبعدين انا عندي السي دي اف بتساوي ايه؟ بتساوي البروبابيلتي ان الاكس اقل من او يساوي الاكس سمول، هتبقى بتساوي. طب ام، ما احنا ده تعريف اصلا السي دي اف، ان احنا قلنا السي دي اف دي تعريفها ان هي احتماليه ان راندوم فاريبل يكون بيساوي قيمه اقل من او يساوي الحاجه اللي واقف عندها دي، عشان كده كنا بنجمع اللي قبل كده. فدلوقتي انا عندي تكامل، اروح بقى اجمع اللي قبل كده لحد السالب من هنا، ولا كامل اكلب من اكامل من السالب من هنا لحد اللي انا واقف عنده؟ يبقى من السالب من هنا لحد اللي انا واقف عنده، يعني بمعنى لو عايز بروبابيلتي ان الاكس بتساوي اقل من او يساوي الخمسه، يبقى هكامل من سالب ما لا نهايه لحد الخمسه الاف اوف يو دي يو، مين الاف اوف يو دي يو دي؟ هي البي دي اف بتاع الراندوم فاريبل، تبقى معطى. هنشوف برده مثال، طبعا السي دي اف نون ديكريزنج اللي هي انكريزنج برده، ونفس الكلام ده ونفس الكلام ده لسه شرحاه، واللي عند السالب ما هي بصفر قلناها، عند ما لا نهايه بواحد قلناها، وقلنا
طب لو عايز تكمل البي دي اف من السالب من النهايه للمن النهايه، يعني على مش على فتره بس الراندوم فاريبل، انت كملت على كل الريل نمبرز اكيد بواحد، اللي هي بواحد دي اللي هي الاف عند المن النهايه. طب في حاجه تانية نحب نقولها، انا كنت المفروض ان انا مهشره دي كده بالقلم الهايلايتر اللي هو الاورنج ده عشان تبان، بس مش عارفه اعمل كده ليه. المهم ان الاف ان البي دي اف دي تفاضل السي دي اف، بمعنى ان السي دي اف دي هي الكبيره عشان كده بنعملها كابيتال، لما بنفضلها بتديني البي دي اف الصغيره.